كثير لمحت على المسرح انه انت عزابي وعقبالك، فهل يا ترى راح تكون عريس السنة؟ ممكن بلمع عزابي، يمكن بدي اتجوز، ما بتعرف. يعني حنشوفك عريس ان شاء الله، اذا رب العالمين كتب لي ان شاء الله بشوفني عريس. اهلا وسهلا فيك استاذ حسين على شاشة الانباط. اهلا وسهلا فيك وبالانباط، نورتنا. راح تكون عريس السنة ان شاء الله، ادعي لي. مين ما بتمنى يكون عريس؟ يعني انت كثير لمحت على المسرح انه انت عزابي وعقبالك، فهل يا ترى راح تكون عريس السنة؟ ممكن بلمع عزابي، يمكن بدي اتجوز، ما بتعرف. يعني حنشوفك عريس ان شاء الله، اذا رب العالمين كتب لي ان شاء الله بشوفني عريس. طب استاذ حسين، انت معروف بتفاعلك مع جمهورك خصوصا على السوشيال ميديا، بتشوف هذا الاشي ايش تأثيره على الفنان نفسه؟ العكس، يعني الجمهور لازم دائما تتواجد معاه ودائما ما تبعد عنه، يعني لانه هو الجمهور، هو اللي بيطلعك وهو اللي بينزلك. الصراحه يعني احنا علاقتنا بالجمهور اهليه، اخوان. يعني انا والجمهور ما بعاملهم انهم هم جمهور، عند جمهور بيسمعوا لي، يعني انا بعاملهم هم اخواني، اهم من يسمعوني. كيف عم بتشوف تطور الفن في الاردن؟ والله الفن بالاردن جميل وبجنن، يعني كل ما أنا بنتقدم إن شاء الله نوصل عربيا وأحسن كمان. نهاية، أوصف لنا اليوم مشاركتك في مهرجان جرش. أكيد يعني مشاركتي في مهرجان جرش أكيد بالنسبة لي كثير مهمة، لأنه مهرجان جرش مهرجان مهم وكبير، وأي حد بيتمنى يكون بمهرجان جرش. شكرا لك أستاذ. أهلا وسهلا بيك وبالأنباط.